السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر أحمد محمود. إن شاء الله النهاردة هناخد ريفيجن على يونيت 1 و 2، يعني الجزء اللي جاي في امتحان شهر أكتوبر. طبعا أنا كاتب لكم الأسئلة هنا باللون الأحمر والإجابة باللون الأزرق. في الديسكريبشن بتاع الفيديو أو الوصف هتلاقوا فيه فايلين، واحد فيه الأسئلة بس وواحد فيه الأسئلة بالإجابة اللي أنا شغال منه نشتغل منه دلوقتي مع بعض. هنعمل لهم داونلود علشان يبقى الورق موجود معاكم فتقدروا تحلوا فيه. هنبتدي نحل الأسئلة دي مع بعض كده ونراجع مع بعض على يونت 1 و 2. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف نمبر 1. Complete each of the following. Number 1. The place value of the digit 5 in the number 3,582,481 is. أنا لما أقول place value، كلمة place دي هي المهمة عندي، لأن place يعني مكان، والمكان عندنا في الديجيتس يعني الديجيت ده موجود فين، هل هو في الوانس، في التنس، في الهندرد، في الثاوزند، and so on. فأنا هنا بسأل على 5، عندي هنا وانس، تنس، هندرد، ثاوزند، تن ثاوزند، هندرد ثاوزند. يبقى أنا عندي البليس فاليو 5 هو هندرد ثاوزند، فبكتب هندرد ثاوزند. طبعا دي الإجابة، المفروض إن في هنا نقط اللي بالأزرق اللي هو الإجابة. نمبر 2، the value of the digit 6. value تختلف عن بليس فاليو تماما. الفاليو يعني القيمة بتاعت النمبر، يعني النمبر ده لو في الوانس فهو has no zero فبقى زي ما هو، لو في التنس يبقى عنده زيرو واحد بس، لو في الهندرد تو زيرو. بمعنى تاني عشان ما يتلخبطش، فاليو ما بكتبش لتر نهائي، تمام؟ the value of the digit 6 في طريقة سهلة جدا. احنا عندنا النمبر بتاعنا اهو 26,381,573، عندي 6. اسهل طريقة عشان اكتب الفاليو بتاعتها، بعد الديجيتس اللي على اليمين 1 2 3 4 5 6 وحط 6 0. هي طبعا 6 مليون عشان هي في المليون، بس ما ينفعش اكتب ليترز نهائي، بكتبها بالشكل ده. نمبر 3، the greatest 6 digit number is. greatest يعني اكبر، 6 digit number يعني اكبر نمبر مكون من 6 digit. طبعا احنا عارفين ان الديجيتس هي 0 1 2 3 لغايه 9. أكبر نمبر مكون من 6 ديجيت، فأكبر ديجيت عندي هو 9، بكتب 9 6 مرات، يبقى الإجابة عندي 999,999. نمبر 4، the largest. largest يعني أكبر نمبر برضو، formed from، يتكون من ديجيتس. هو محدد لي الديجيتس المرة دي، دي بسيطة جدا. إحنا هنكتب الديجيتس من الكبير للصغير، من الشمال طبعا 8 وبعدين 7 وبعدين 5 وبعدين 3 وبعدين 1 وبعدين 0، يبقى 875,310. نمبر 5، 67,000، ومكتوب عندنا هنا 1000. احنا عارفين طبعا ان 1000 has 30. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلمة دي معناها ان في 30 بنكتبهم فوقيها هنا، يبقى في الحالة ديت انا عندي 30 وهنا في 30، يعني 6، فتبقى 67 مليون، والمليون مكتوبة فأنا بكتب 67 بس. نمبر 6، the value of the digit 5. the value of the digit 0 sorry 0 الزيرو هنا في أي مكان الفاليو بتاعته 0، الزيرو في أي مكان الفاليو بتاعته 0، يبقى سواء كان في التنس، في الهندرد، في الوانس، في المليون، هو 0، يبقى الإجابة عندي 0. نمبر 7، عندنا البار موديل هنا، وفي عندنا لتر، ايا كان اللتر اكس او واي او اي او بي، دي مش مشكله. وعندي تو نمبرز، طبعا احنا عارفين وقايلين قبل كده لو اللتر موجود فوق فمعنى كده ان بعمل التو نمبرز دول بلس بعض. يبقى لما اقول ذا فاليو اوف واي، واي ايكوال 3274 بلس 4636، اعملهم بلس بعض، يبقى الناتج بتاعي 7910. عندي نمبر هنا مكتوب باللترز، وانا بقول ان ستاندرد فورم. ان ستاندرد فورم يعني ايه؟ يعني اكتبه ان ديجيتس. اهم حاجه لما اجي اكتب النمبر لازم اكون فاهم انا هكتب كام ديجيت الاول. احنا عندنا هنا 48 مليون، طب انا دلوقتي لو كتبت 48 هي 48 مليون، يبقى المفروض يكون عندي 6 ديجيتس على اليمين، لان انا عندي كام عيله؟ 3، عيله الوانس، عيله الثاوزند، عيله المليون، وكل عيله فيها 3 ديجيتس. طب كتبنا 48 اهي 48، يبقى لازم اكون فاهم ان انا في الثاوزند هكتب 3 ديجيت، في الوانس هكتب 3 ديجيتس. طيب هو هنا مريحني، وفي الثاوزند في فعلا 3,513,000 اهي اند 48. طب انا لما اكتب 48 دلوقتي ما ينفعش، لازم احط هنا 0 لان مفيش 100.
نمبر 9 عندنا نمبر مكتوب قدامنا اللي هو 4,605,048. انا عايز اعمل expanded form، يعني عايز اكتب النمبر ده بمعنى اصح الفاليو بتاعت كل ديجيت. 8 نكتبها زي ما هي، ال 4 has 10 يبقى 40، الزيرو مش هنكتبه. 5 طريقه بسيطه نعد كده 1 2 3، يبقى ال 5 نحط لها 3 زيروز، زيرو مش هنكتبه. 6 نعد مع بعض 1 2 3 4 5، بنكتب 5 زيروز. 4 لو عدينا هنلاقيهم 6 يبقى 6 زيروز. نمبر 10 عندنا هنا 75 plus 25 between brackets plus نقط equal 75 plus نقط plus 36. طبعا لما يكون عندي 2 bracket على اول رقمين و 2 bracket على اخر رقمين، معنى كده ايه؟ ان النمبرز 75 مكتوبة هنا قدامي اهي، 25 هي تاني نمبر هكتبها تاني نمبر زي ما هي، بنجيبها هنا 25، 36 هنكتبها هنا. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان في 2 brackets على اول رقمين او 2 brackets على اخر رقمين. طب دي اسمها ايه؟ اسمها associative. نمبر 11 عندنا نمبر مكتوب in letters واحنا عايزين نكتبه in standard form يعني in digit 8 مليارد. نقف هنا ونبقى فاهمين ان انا هكتب 8 الاول ولازم اكتب هنا 9 digits عشان ده مليارد. يبقى عندنا كام عيلة؟ عيلة الوانز، وعندنا هنا عيلة الثاوزند، وعندنا هنا عيلة المليون، وعندنا هنا عيلة المليارد. طيب 503 مليون يبقى دول 3 digit اهم 503. 31 مفيش هنا 1000 يبقى لازم احط 3 0 مكان ال 1000. 31 كتبنا 31 مفيش 100 يبقى نحط 0 هنا. نمبر 12 543 + نقط = 543، طبعا هيبقى 0 لان الزيرو ده هو النمبر اللي ملوش اي تاثير على عمليه الاديشن. طب البروبابيلتي اسمها ايه؟ اديتيف ايدنتيتي. نيجي النمبر 13، في نمبر مكتوب عندنا هنا، في عندي كومبوزد اند دي كومبوزد، ده هنا النمبر 6 باي 1 مليارد، 4 باي 1 مليون، 7 باي 1000، 7 باي 10، 3 باي 1. انا بحط كل ديجيت في البليس بتاعه، ببتدي من اليمين عشان ما اتلخبطش. 3 باي 1 يبقى 3 دي في الوانز هكتب هنا 3، 7 باي 10 يبقى 7 في التنس يبقى في التنس هنكتب 7، مفيش 100 يبقى في ال 100 نحط 0، 7 باي 1000 يبقى 7 دي تتكتب في 1000، مفيش 10000 ولا 100000 يبقى 0 0. 4 باي مليون يبقى الفور تتحط في المليون، 10 مليون مش موجودة نحط 0، 100 مليون مش موجودة هنحط 0 برضو، 6 في المليارد كتبنا 6 في المليارد، يبقى احنا كده عملنا النمبر صح، جمعنا النمبر صح. عندنا بار موديل هنا برضو مكتوب فوق نمبر وتحت نمبر وليتر. لو انا عايز الليتر اللي تحت يبقى ماينس على طول. لما اقول find the value of x يعني x equal 54001 minus 22356 ونطلع الريزلت بتاعتنا اللي هي النمبر دوت. نيجي لنمبر 15، 78762 approximately equal نقط to the nearest 100. انا بعمل هنا approximate يعني تقريبا، بشوف النمبر تقريبا to the nearest 100. الموضوع بسيط جدا، قبل ما نحلها لازم نفتكر مع بعض ان في عندي حاجة اسمها بور نمبرز اللي هما 0 1 2 3 و 4. البور نمبرز دول ما بيدوش حاجة، وفي عندي ريتش نمبرز اللي هي 5 و 6 و 7 و 8 و 9. الريتش بيدوا النمبر 1 بس مش اكتر من كده، تمام؟ وكده كده الريتش او البور بيتشال وبتحط مكانه 0. طب انا هنا بقول to the nearest 100 once tens ال 100 day. السكس هنا ريتش، مادام السكس ريتش يبقى تدي 7 1 تبقى 8، بس احنا كده كده هنحط 0 0 يعني 2 0 بقول to the nearest 100، والسكس تدي 7 1 تبقى 8 وما ننساش نكتب 8 و7 يبقى النمبر بتاعنا 78800. هنا to the nearest million once tens 100 thousand 10000 100000 million هنحط 6 0 تمام اهم. بعد كده الفايف ريتش فهتدي 9 1 تبقى 10، ما ينفعش اكتب 10 هكتب 0 and carry up 1 plus 9 تبقى 10 يبقى الريزلت بتاعتي 100 مليون. نمبر 17 to the nearest 1000 once tens 100000 هنحط 3 0 الاول ونشوف ال 6 هنا ريتش هتدي 2 1 تبقى 3 وما ننساش نكتب 3 و 4 و 8.
عندنا هنا كومبوزد نمبر ودي كومبوزد. دي كومبوزد طبعا دي نقط. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفك النمبر. هنعمل ايه؟ نيجي للفور. الفور هنا موجودة في ال 100,000، يبقى 4 by 100,000. 5 في 10,000 يبقى 5 by 10,000. 3 في 1,000 يبقى 3 by 1,000. 6 في 100 يبقى 6 by 100. 1 في 10 يبقى 1 by 10. 9 في 1 يبقى 9 by 8 by 1. نمبر 19، the smallest يعني أصغر 7. ناخد بالنا بقى different يعني أصغر نمبر مكون من 7 ديجيت ويكونوا مختلفين. طبعا ما ينفعش أكتب الزيرو في الأول، فلازم أكتب 1 وبعدين 0، وما ينفعش أكرر نمبر تاني لأنهم مختلفين، فبكمل 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6. لو عدينا الديجيت دول هنلاقيهم 7 ديجيتس. نمبر 20، 1 مليارد is the smallest نقط ديجيت نمبر. يعني ايه؟ يعني انا بسأل دلوقتي هو المليارد ده فيه كام ديجيت؟ طبعا المليارد فيه 10 ديجيتس. نمبر 21، the greatest 8 different برضو ديجيت نمبر، بس هنا greatest يعني اكبر نمبر يتكون من 8 ديجيت. طبعا اكبر ديجيت عندي هو 9. بعد كده ببتدي ايه؟ اكتب اللي تحت ال 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ليه؟ لانه قال لي different مختلفين. لو ما قال ليش different انا ممكن اكتب ال 9 8 مرات. تمام. b طبعا مش تفرق بقى b او a او x او y، دي مش مشكلة عندي خالص. b minus 7200 equal 1800 then b equal نقط. لما يكون عندي minus او plus وفي letter مطلوب مننا انا بعمل plus او minus. طب امتى اعمل plus او امتى اعمل minus؟ اقول لكم حاجة بسيطة جدا. الشكل اللي قدامنا ده لما يكون اللتر موجود في الاول وماينس، هو ده الوحيد اللي بعمل 2 نمبر بلس بعد، الباقي كله بنعمله ماينس. تمام. هنعمل 7200 بلس 1800 هيطلع 9000. زي ما قلت لكم دلوقتي ده الوحيد اللي بتعمل 2 نمبر بلس بعد، هنا هنعمل ماينس لان اللتر في النص مش في الاول. هنعمل النمبر الكبير عشان ما تتلخبطوش. النمبر الكبير اهو 8756 ماينس 4662 ونطلع الريزلت بتاعنا. السؤال نمبر 24، 79,749 approximately equal 79,700. طب ما هو حل السؤال. طب هو طالب مننا ايه؟ هو بيسألني السؤال ده اتحل to the nearest نقط، يعني انا عملت approximately ايه؟ السؤال ده بسيط جدا، انا ببص على الزيروات اللي هنا، دول كام زيرو؟ 2 0، يبقى to the nearest 100. طب لو 0 1 بس، to the nearest 10. طب لو 3 0، to the nearest 1000، وهكذا. نيجي النمبر 25. طبعا هنا عندنا بلس، مسألة بلس عادية جدا. احنا عارفين طبعا ان احنا في البلس او الماينس بنبتدي من الوانس. اول حاجة بنقول 4 بلس 8 12 يبقى 2 and carry up 1، بنكتبه فوق ال 9. طبعا احنا بنكتب الكلام ده فوق ال 9. 1 بلس 9 10. 10 بلس 0 10 يبقى 0 and carry up 1، بكتبه فوق ال 1 ده، يبقى 1 بلس 1 2. 2 بلس 7 9. 5 plus 5 10 0 and carry up 1 4 4 1 plus 4 5 5 plus 4 9. نيجي للماينس. 6 minus 9 can't be، ما ينفعش اقول 6 minus 9، يعني ما ينفعش مثلا معايا 6 باوند واقول لك هات 9. فاحنا بنعمل ايه؟ 6 borrow 1 from 3، يعني هتاخد 1 من ال 3، باجي فوق ال 3 واكتب 2 وال 1 يقف جنب ال 6 كده تبقى 16. 16 minus 9 7، ال 3 هنا بقت 2. طيب 2 minus 8 can't be، مش هينفع لأن 2 أصغر، سوري 2 minus 4 can't be، مش هينفع لأن 2 أصغر من 4. borrow 1 from 6 يبقى 6 دي هتبقى 5، بكتب فيها 5 وال 1 بيتحط جنب 2 يبقى 12. 12 minus 4 equal 8، احنا قلنا 6 بقت 5. 5 minus 4 equal 1. 7 هنا ما فيه 1000 يعني 0، يبقى 7 minus 0 هنكتب 7 زي ما هي. نيجي في السؤال اللي هو في التشوز. نمبر 1، the smallest number made of يعني formed from، يعني يتكون من the digits، الديجيتس اللي قدامنا دي. طبعا انا بقول smallest ما ينفعش اكتب الزيرو الاول، يبقى اكتب 1 0 5 6 7 اللي هي letter b. لما نيجي نختار بنعمل زي ما انا عامل بالظبط كده، تحط خط تحت الاجابه الصح، بلاش نقعد نعمل دايره ونشخبط عليها كتير والكلام دوت، هو خط تحت الاجابه الصح بس. نمبر 2، the value of the digit 7 in the number 278,105. اتفقنا value يعني القيمة بتاعت النمبر، يعني بحط 0 هات. طب 7 قدامي اهي، اسهل طريقة بعد 1 2
3 4، يبقى احط ال 7 4 zeros اللي هي لتر A. نمبر 3 the digit space in the million place، يعني هو موجود في المليون. طب نبص الى مين في المليون، نمشي واحده واحده من اليمين. ones tens hundred thousand ten thousand hundred thousand million، يبقى 7 دي موجوده في المليون، يبقى انا بسال على ال 7. نمبر 4 نقط greater than 35763، يعني بسأل مين في الفور نمبرز دول أكبر من ده. نبتدي بأول واحد، هنا 3 3، طب هنا 4 وهنا 5، يبقى أكيد مش ده لأن الفور أصغر من 5. نيجي لليتر B 5 وهنا 3، طبعا 5 أكبر، يبقى هذا النمبر الكبير. نمبر 5 مليارد 700,000 إيكوال نقط 1000، إحنا اتفقنا من شوية إن 1000 يعني كم زيرو؟ 3، يبقى كلمة 1000 دي مكان ال 3 زيرو دول، يبقى مين اللي هيفضل؟ 5700 اللي هي لتر سي. نمبر 6 which number sentence is true، مين في دول صح؟ شوف اول واحده 25101 less than 9999، طبعا لا ده دي 25000 ودي 9000. نشوف لتر بي 600010 800090، طبعا دي صح لأن 600,000 أصغر من 800,000. نمبر 7 space is composed of، طبعا اتفقنا لما يكون عندنا number decomposed بالشكل دوت وانا عايز اجمعه بعمل ايه؟ بقول انا هنا مفيش ones، يبقى الونس 0، طب التنس فيها ايه؟ 8، يبقى هنكتب في التنس 8. طب ال 100 7، طب ال 1000 مفيش، يبقى 0 في ال 1000 اهي، 0 في الونس 8 7 0 في الثاوزند. طيب 10,000 3 اهي 100,000 4، كتبنا الفور. نيجي النمبر 8 25341 سبيس، وعندي نمبر هنا expanded form، لو انا جيت اجمع النمبر ده هيبقى 8946، طبعا ال 25,000 هي اللي اكبر. نمبر 9 313 plus space equal 415 plus 313، يعني النمبر ده مكتوب هنا ومكتوب هنا، يبقى 415 تتكتب هنا. طب ايه اللي حصل؟ بدلنا الاماكن بتاعت التو نمبرز اللي هي كوميتيتف، يبقى الاجابه بتاعتي لتر سي. نمبر 10 980 equal space 10 100، يعني 20، وعندنا 0 هنا، يبقى كام واحد؟ يبقى في الشمال في 3. طب نيجي في اليمين 10 يعني 0 واحد بس، طب في الشمال 3 0 في اليمين 0، يبقى فاضل كام 0 عندي عشان يبقى في اليمين 2، يبقى 9800 اللي هي لتر بي. which number rounded to 600,000 when round to the nearest 100,000، يعني ايه؟ يعني مين في الاربعه دول اعمله ابروكسيميت، يعني round to the nearest 100,000 فيديني الناتج ده. نيجي الاول واحد ones tens 100,000 10,000 100,000، طيب الفايف دي ريتش هتدي 6 1 تبقى 7، يبقى ما ينفعش لان دي 600,000. نيجي للتاني 8 ريتش هتدي 6 1 تبقى 7، برضو ما ينفعش لان دي 600,000. 3 بور مش هتدي الفايف حاجه، 3 بور مش هتدي 6 حاجه، يبقى هو ده لانها تبقى 600,000. هنا 565 بلس 0 ايكوال 565، البروبرتي اسمها ايه؟ طبعا عندنا 0 دي اسمها additive identity. نمبر 13 the smallest 9 digit number، يعني اصغر نمبر مكون من 9 digit، وما قاليش ان هو مختلفين، يبقى انا اكتب 1 و 8 0 يعني 100,000. هو مش كاتبها لي في الاختيارات بالديجيت، كاتبها بالليتر اللي هي سوري 100 مليون، كاتبها لي هنا بايه؟ بالليترز اللي هي 100 مليون، يبقى الاجابه بتاعتي 100 مليون. نيجي نمبر 14 70 مليون و 7 مليارد، طبعا 70 مليون اصغر من 7 مليارد. نمبر 15 4678 approximately equal to the nearest 1000، طب هنا عندنا 1 10 100,000، ال 6 ريتش هتدي ال 4 1 تبقى 5، يبقى 500 سوري تبقى 5000 اللي هي لتر B. نمبر 16 86 plus 77 equal 77 plus 86، احنا كده بدلنا يعني ايه؟ commutative. number 17
the additive identity element is لسه قايلينها من شويه الزيرو ملوش اي تاثير على عمليه البلس هو additive identity element يبقى الاجابه بتاعتي letter D. في نمبر 18 بصوا عليها كده هتلاحظوا ان النمبرز بنفس ترتيبها مفيش اي حاجه في براكت على اول تو نمبر يعني نعمل دول بلس الاول وبعدين الناتج مع ده وبراكت على اخر تو نمبر يبقى دي اسمها ايه associative. نمبر 19 عندنا هنا 4876 بلس A equal 7921. انا قلت لكم من شويه ان السؤال ده لو انا عايز الاي او البي او ايا كانت بنعمل ماينس الا اذا كانت الاي في الاول وفي هنا ماينس يبقى انا هعمل النمبر الكبير اللي هو ده ماينس النمبر دوت يبقى الناتج بتاعي هيبقى 3045 اللي هو لتر بي. خلي بالكم بقى من الماينس دوت لما اقول 0 ماينس 4 كانت بي بور 1 مش هينفع مش هينفع مش هينفع ناخد من 5 5 هتبقى 4 وهنا 9 9 9 9 10 10 ماينس 4 6 9 ماينس 1 8 9 minus 2 7 9 minus 8 1 9 minus 3 6 وال5 دي بقت 4 ونحطها هنا. طب نيجي بقى للسؤال الثالث اللي هو بيقول لنا solve each problem and name the probability يعني عايزنا نكتب يعني نحلها ونكتب اسم البروبابيليتي كمان. طب بصوا معايا السؤال ده لو جالنا سواء كانوا 3 numbers او 4 numbers دايما نبدل النمبر التاني والتالت. طب ليه؟ هتبقى اسهل الفور لما تيجي مع السكستين تبقى 20 اسهل بس احنا دايما بنبدل التاني والتالت هنا النمبر الاول التاني التالت احنا بنبدل الاتنين دول هنكتب 16 زي ما هي ناخد الفور هنا والناين هنا يبقى انا بدلت واكتب قدامها كوميتاتيف. بعد ما بدل بحط براكت على اول تو نمبرز يبقى كتبت 16 اهي الفور اهي الناين اهي وحطيت اقواس على اول اتنين اسمها اسوشيتيف. طب انا بحط تو براكت ليه عشان اعملهم بلس بعض 16 بلس 4 20 وال9 نكتبها زي ما هي 20 بلس 9 29. نيجي لليتر دي عندنا 4 نمبرز نبدل النمبر الثاني والثالث اهو 75 زي ما هي 25 تيجي هنا وال13 تيجي هنا وال37 زي ما هي دول اربعه بحط براكت اقواس على اول اثنين وبراكت على اخر اثنين. طبعا بكتب هنا كوميتاتيف وبكتب هنا اسوشيتيف بعمل 75 بلس 25 الناتج بتاعهم 100 اهي 13 بلس 37 الناتج بتاعهم 50 يبقى 150. نمبر 4 arrange the following number in ascending order ascending يعني السؤال الكبير بنتاكد الاول من عدد الديجيتس اللي موجوده في النمبرز كلها لو بصينا هنلاقيهم كلهم 7 ديجيتس تمام. طب نبص كده اول ديجيت من الشمال هنا 4 وهنا 5 وهنا 4 وهنا 5 طبعا الصغير 4 بس انا عندي 2 4 طب عندي هنا 4 5 7 وهنا 4 5 0 يبقى الاصغر 4 5 0 يبقى النمبر ده يتكتب الاول اهو وبعدين النمبر ده يتكتب بعدين. نيجي للتو نمبرز اللي هو الثاني والثالث عندي هنا 5 6 وهنا 5 5 يبقى الاصغر 5 5 يبقى ده يتكتب هنا وده في الاخر. نيجي للنمبر 5 there were 3,066 ants in colony. بنقول هنا there were 366,000 ants in colony A. There were 66,522 ants in colony B. What is the difference between them? طبعا difference يعني minus يعني الفرق بينهم. النمبر الكبير عندي هنا اللي هو A 366,000 minus النمبر التاني 66,522. طبعا عندنا هنا 0 minus 2 can't be مش هينفع ناخد من هنا ناخد من 6 تبقى 5 يبقى هنا 9 9 10 10 minus 2 8 9 minus 2 7 9 minus 5 4 هنا 6 بس احنا خدنا من 1 بقت ايه 5 5 minus 5 سوري 5 minus 6 can't be هناخد 1 من 6 بقى دي 15 minus 6 يعني 9 6 دي بقت 5 5 minus 6 can't be برضو هناخد 1 من 3 تبقى 2 ودي 15 minus 6 تبقى 9 والتو هتتكتب زي ما هي. نيجي لنمبر 6 عبد الرحمن deposits 68,750 pound in bank يعني هو حط في البنك الفلوس دي
in the next year في السنة اللي بعديها he deposited هو أودع أو حط فلوس في البنك 75,000 calculate the total money. total money يعني مجموع الفلوس اللي هو حطها نعملهم بلس بعض 75,000 plus 68,750 ونطلع الريزلت بتاعه. نيجي لنمبر 7 find the unknown number. هات النمبر الغير معروف أو المجهول in each of the equation. الإيكويشن اللي هي الشكل اللي قدامنا ده، طبعا السؤال هنا مكتوب بالأحمر اهو، الأزرق ده والأزرق اللي جوه البار موديل دي الإجابة. طيب إزاي نحط النمبرز في البار موديل؟ طريقة سهلة جدا، لو أنا عندي السؤال جاي لي ماينس يبقى النمبر الأولاني يتحط فوق والاتنين التانيين تحت، تمام؟ سواء كان نمبر أو لتر. طيب لو كانت بلس يبقى الأخير يتحط فوق والاتنين التانيين تحت. طب هنشوف الكلام ده مع بعض. أنا عندي هنا ماينس، يبقى النمبر الأولاني 25,000 فوق والإكس و 9,000 تحت، ومش هتفرق الإكس هنا أو هنا. طب أنا عايز الإكس، هعمل 25,000 ماينس 9,000 أهي هيطلع عندي 16,000. طب نيجي هنا ماينس برضو، يبقى الأولاني فوق والاتنين التانيين دول يبقوا تحت. أنا عايز الإي، هعمل التو نمبر دول بلس بعض يبقى A equal 28,300 plus 17,400 equal، هيطلع الناتج بتاعنا 45,700. طب دي بلس الأخير هو اللي اتحط فوق 68,535 والاتنين دول يتحطوا تحت. طب أنا عايز البي، يبقى النمبر ده ماينس ده، يبقى 68,535 minus 45,452 equal 23,083. ده كان آخر سؤال موجود معانا. إن شاء الله الامتحان هيجي لكم 5 complete 5 choose وسؤالين، وربنا يوفقكم إن شاء الله. هتراجعوا على الكلام ده كويس وإن شاء الله خير، والامتحان هيكون بسيط. ربنا يوفقكم. شكراً.